فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر الحنابلة رحمهم الله أن المحرم يكون محصرا إذا كان قد حبس ظلما، فهل المعسر المحبوس ذكر الحنابلة أن المحرم يكون محصرا إذا كان قد حبس ظلما، يعني سجن، نعم، فهل المعسر المحبوس يعد داخلا في ذلك؟ نعم، هو كل من إذا صد عن البيت بسجن أو غيره فهو محصر إذا لم يتمكن قبل يوم عرفة. نعم.